عجبتني قوي اعلموا ان الرب هو الله. يعني وانت داخل تسبح الرب ده هو ايل شداي، هو الرب القادر على كل شيء، هو يهوى رافا، هو اللي بيشفي، هو اللي بيشفي منكسري القلب. اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنمه مرعى. لذلك الآية اللي بعدها على طول يقول كده، بعد ما يقول ونحن شعبه وغنم مرعى ادخلوا أبوابه بحمد. يعني وانت داخل كده افرح بيه، لأنه مكتوب كده الهضاب يعمل ايه؟ يمهد، يكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد يقصف. مهما تكون حالتك النهاردة، سواء هنا أو على القنوات أو على أي حاجة، بس الرب يقدر يصنع أمر جديد. هو قال كده، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا الآن، فسبح الرب، سبح الرب، سبح الرب. شوفوا فوق الظروف، شوفوا فوق الرياسات، تعالوا نقول فوق الرياسات، فوق السلاطين، فوق الأسماء. عمانوئيل، فوق الرياسات، فوق الرياسات، فوق السلاطين، فوق الأسماء، عمانوئيل. مرة كمان، فوق الرياسات، فوق قدرة